لك يا إلهي شفت محبي بخلص وما بيخلص حبي. فنان بيشبه جمال وطبيعة وادي النضارة الجبلية، صوت خاص له مكانته على الساحة بلون تميز فيه، ولع الأجواء وكانت ليلة من ليالي العمر مزينة بصوت الفنان حسين الديك يلي سجل حضور مميز بحفلات عيد السيدة وتحديداً بفندق فرنسيس. وعلى هامش الحفل خبرنا حسين عن الجماهيرية الكبيرة بالوطن العربي وكل شي جديد عم يحضر له. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا، إن شاء الله نقضي ليلة من العمر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حسين الديك، أهلا وسهلا فيك على هوا نينار اف ام، وينعاد عليك بألف خير. يا أهلا وسهلا بهالإذاعة الكريمة اللي أنا بعزها، يسعد مساكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. أنت بخير يا رب. خلينا نبدأ من النجاحات اللي عم بتحققها وتحديدا بالدول العربية ونحكي عن تونس والتفاعل والحكي اللي صار عن الحفلات بتونس. كنت متوقع هيك شيء، وخصوصي إنه أنت ما يعني شيء ما بيشبه اللون اللي بتغني. حبة من الله، هي المحبة من الله، الحمد لله كتر خير الله على المحبة، وإن شاء الله يا رب دائما هيك بقدر بستمر بهالمحبة وبحافظ عليها وبقدم لهم كل شيء حلو وجديد لجمهوري الحبيب بكل أنحاء العالم العربي. ما أنه صار لك اسم بكل الوطن العربي، ممكن تغني ألوان تانية، شيء مغربي تونسي مصري؟ أكيد أنا بيشرفني جدا أني غني بكل اللهجات العربية، ولكن أنا محافظ على التراث الجبلي اللي هو التراث السوري، وبالإضافة مثل ما قلت لك بتشرف غني كل اللهجات العربية وقت اللي بيجيني شيء مناسب وبليق بجمهوري الحبيب. من حوالي يومين الفنان حسام جنيد سألوه عنك وقال إنه أنت أخ وصديق لكن بعدتوا عن بعض، قلنا له إذا سألنا حسين شو بيقول؟ قال ما بعرف. كمان هو أخ وصديق، وإذا بعدنا بيكون بسبب الشغل، وبتعرفي أنت يعني بس النجومية تكون تكبر بتكبر المسؤولية معه. فحسام أخ وصديق وأنا بحبه كتير، هو مدامته أنا لا تبغى شهادة تحية. إن شاء الله يا رب تملأ التوفيق من كل قلبي لحسام. الفن والشغل بيبعد العالم الأصدقاء عن بعض؟ لا ما قصة بيبعد، لا أكيد لا ما بيبعد، اللي بتحبيهم اللي بيحبوك. أنا دائما على تواصل مع جمهوري بشكل دائم، ولكن مثل ما قلت لك المسؤولية بتكبر، فأنا بدي أكون متابع كل شيء عم أقدمه من كلام من لحن من توزيع وإلى آخره، فأنا بدي أكون متواجد بكل شيء أنا بدي أقدمه لجمهوري. فيا رب التوفيق للجميع. إذا حسين بده يعمل ديو هلأ بيعمله مع نجم أو نجمة؟ بشرفني الكل إن كانت نجمة ولا إن كان نجم بشرفوني، وأنا بتشرف بالجميع وبتمنى التوفيق للكل. صدقيني أنا ما بحمل بقلبي غير كل المحبة للكل، وكل حدا بينجح أنا بزقف له من قلبي. وإذا هلأ خيروك مع مين ممكن تعمل ديو؟ مايا دياب مثلا؟ مايا صديقة عزيزة كتير وإلى محبة كبيرة بقلبي، الله يوفقها يا رب، تستاهل، هي صديقة عزيزة وبتشرف فيها وبتشرف بالكل، مشان أنا ما حدا يزعل مني، أنا بتشرف بالكل، يعني الكل أصدقائي والكل أحبائي، وبتمنى لهم التوفيق. وفي أصوات جميلة كتير عنا من سوريا، عنا أصوات بتطير العقل، وفي أصوات كمان أيضا جميلة بلبنان، كمان أصدقائي أصوات النجوم بوجه لهم تحية كبيرة، يا رب التوفيق للكل. شو جديد حسين الديك؟ إن شاء الله يا رب إذا قدرنا لحقنا آخر شهر آب في أغنية سنجل إن شاء الله. أنا شخصيا حابة كتير من كل شيء، يعني من إتو زد إسه بعد ما قررنا إن شاء الله بتكونوا سباقين بالأغنية. أكيد. بدي كلمة أخيرة لكل مستمعينك ومحبينك على هوا نينار اف ام. أنتوا الإذاعة اللي أنا بحبها كتير وإلكم مكاني خاصة بقلبي، إن شاء الله كل عام وكل مستمعين إذاعة نينار بألف خير، إن شاء الله يا رب هالسنة بتحمل لكم كل المحبة والخير والسلام لألكم ولبلدنا سوريا الحبيبة ولجيشنا السوري ولشعب السوري بقيادة العظيم والحكيم سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد.